تصعيد إقليمي بات يثير الذعر والقلق لدى رئيس الحكومة محمد السوداني بحسب وكالة رويترز الإخبارية التي قالت إن الأخير يتابع بقلق تدامي الصراعات في المنطقة، وهو ما قد يؤثر على توازن التحالفات التي تعقدها حكومة الإطار مع واشنطن وطهران. وذكرت رويترز بما قاله موقع أكسيوس الأمريكي بأن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع لجوء إيران لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية، فيما لمح تقرير الوكالة إلى مسك إيران بعصا التحكم وكيف أنها تدخلت في شباط الماضي لضبط إيقاع أنشطة ميليشياتها في العراق وفق معايير محددة تتحكم بها المصالح. التقرير نقل أيضا عن عدة مصادر تأكيدها أن زيارتين قام بهما مسؤولون أمنيون من العراق إلى إيران خلال الشهرين الماضيين فشلتا في إقناع طهران لكبح جماح الميليشيات المتحالفة معها، مضيفة أن الوفد العراقي حظي باستقبال فاتر في طهران، والجواب كان مفاده أن هذه الجماعات تملك قرارها والأمر عائد إليها لتقرر طبيعة ما وصفها الحرس الثوري بدعم المقاومة. وبحسب هذه المصادر نفسها فإن بغداد لجأت لاحقا إلى واشنطن طالبة منها التدخل لدى إسرائيل لمنعها من الرد على الهجمات التي قيل إن جنديين إسرائيليين قتلا فيها وأصيب نحو 20 آخرين في 24 تشرين الأول الماضي في الجولان، رغم مسارعة الميليشيات الولائية إلى نفي مسؤوليتها عن الهجوم بحسب موقع ميدل إيست آي. وبحسب رويترز فإن الانخراط في المواجهات الإقليمية أثار انقساما داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث عقد زعماء الإطار التنسيقي اجتماعين في شهر تشرين الأول واتفقوا على أن وقوع مواجهة مباشرة مع إسرائيل ستخلق نتائج عكسية ضد حكومة بغداد. وأبلغ الحاضرون أولئك الراغبين في محاربة إسرائيل بالذهاب إلى غزة ولبنان بما يمتلكونه من سلاح المسيرات والصواريخ بدلا من دفع العراق إلى التهلكة، بحسب رسالة نقلها مستشار رئيس الحكومة عبد الأمير تعيبان.